الجزء التاسع من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. بداية، استقبل رئيس الجمهورية شيخ الطريقة التيجانية بنيجيريا طاهر عثمان باوتشي. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف والمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية حسوني محمد. كما استقبل رئيس الجمهورية نائبة كاتب الدولة للولايات المتحدة الأمريكية المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمنية الدولية السيدة بوني دينيس جينكينز. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره عن الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بشؤون المتصلة بالدفاع والأمن بومدين بن عتو. حضر اللقاء عن الجانب الأمريكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوين. وعقب اللقاء أدلت نائبة كاتب الدولة للولايات المتحدة الأمريكية المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي بالتصريح التالي: سعيدة لتواجدي هنا وممتنة لهذه الفرصة التي سمحت لي بزيارة بلدكم الرائع. لقد لقيت ترحابا حارا سأحمله معي عند عودتي إلى واشنطن. لقائي برئيس الجمهورية السيد تبون كان لقاء مثمرا. تحدثنا مطولا عن الشراكة الجزائرية الأمريكية، ومن ضمنه أيضا حديث عن الأمن في العالم، حيث قادنا هذا الأخير إلى الوضع في الساحل. وبهذا الشأن أبدينا تطابق المقاربة بين بلدينا بخصوص الأمن في المنطقة وفي العالم، مع التركيز على مسألة حظر التسلح. فاللقاء كان تأكيدا لتقاسم الرؤى بخصوص مختلف المسائل الأمنية التي تهم بلدينا. الجزائر والولايات المتحدة تعملان على بناء روابط أمنية اقتصادية وثقافية قوية، والتي هي اليوم أكثر قوة من ذي قبل. شراكتنا التقنية تلعب دورا في بناء وتقوية علاقتنا الأمنية في جميع الأصعدة. كما أن قدوم الوزير الأول الجزائري إلى واشنطن ديسمبر الماضي لحضور قمة رؤساء دول إفريقيا رفقة البعثة الجزائرية كان له الأثر الأكبر على علاقاتنا. الولايات المتحدة ممتنة لجهود الدبلوماسية الجزائرية المتواصلة من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة. وبالتأكيد شراكتنا في مكافحة الإرهاب تظل قوية ضمن عملنا الثنائي المشترك جنبا إلى جنب من أجل دعم السلم والرفاهية بالمنطقة وما حولها. وبالتأكيد شراكتنا في مكافحة الإرهاب تظل قوية ضمن عملنا الثنائي المشترك جنبا إلى جنب من أجل دعم السلم والرفاهية بالمنطقة وما حولها. ومن الضروري مواصلة هذا المستوى العالي من التبادلات من أجل أن يستفيد بعضنا من بعض، وهذا بهدف تعزيز قدراتنا الدفاعية. شراكتنا الثنائية تلعب دورا هاما في الاقتصاد، فهناك شركات أمريكية تبحث عن فرص للاستثمار في الجزائر، وأخرى مستقرة هنا بالجزائر تعمل على خلق مناصب شغل في مختلف المجالات. الولايات المتحدة تدعم الجزائر في تحقيق أهدافها في تنويع اقتصادها، وتشجعها أيضا في مساعيها لتحقيق الشفافية الاقتصادية، ونحن هنا نبحث عن فرص كهذه للعمل مع الجزائر. وفي الأخير أشكر لكم الترحاب الحار الذي حظيت به أنا والفريق. في النشاط البرلماني، يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم مشغله بعقد جلسة علنية يخصصها للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تخص تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومات، تسوية الميزانية لسنة 2020 ومشروع قانون ممارسة الحق النقابي.
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في شقها المتعلق باستيراد وتصنيع المركبات، منحت أمس وزارة الصناعة 3 اعتمادات نهائية لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ويتعلق الأمر بكل من وكيل العلامة الإيطالية فيات ووكيل علامة جاكا الصينية ووكيل العلامة الألمانية أوبل. دوليا الآن، وفي الشرق الأوسط، أصيب عشرات الفلسطينيين أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مواجهات في بلدة حوارة جنوب نابلس بعد اعتداءات واستفزازات قام بها المستوطنون. وكانت البلدة الأسبوع الماضي قد تعرضت لأوسع هجوم شنه المستوطنون، حيث أحرقوا ودمروا عدة منازل ومنشآت تجارية. هذا وحذرت الخارجية الفلسطينية من التصريحات التحريضية لحكومة الكيان الصهيوني بشأن عمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان المبارك، وتداعياتها على تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في الرياضة، ولحساب الجولة الرابعة من دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، يواجه اليوم شباب بلوزداد نظيره المريخ السوداني بملعب 19 ماي 56 بعنبة. وفي الرياضة، دائما أوقعت قرعة كأس الملك سلمان لكرة القدم بطولة العرب للأندية سابقا التي سحبت مساء أمس بالرياض ممثل الكرة الجزائرية شبيب تصورة في مواجهة الكويت الكويتي في الدوري الأول، بينما أعفي الممثل الثاني شباب بلوزداد من الدورين الأوليين على أن يدخل البطولة مباشرة في دوري المجموعات. ختام الموجز في أمان الله.